السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم سلام الشيخ. الحمد لله. بقى حضرتك معلش سؤال كده. تفضل. أنا بصلي التراويح في المسجد. الحمد لله، قل الحمد لله. أي شيء نعم طاعة قل الحمد لله. الحمد لله. الركعة الوتر الأخيرة أنا ما بسلمش مع الإمام، بقوم وأجيب ركعة كمان عشان أنا عايز أصلي تاني في ما البيت. فيش مشكلة، رأي صح كده؟ أحد الآراء. نعم، ماشي، شكرا للشيخ. مع السلامة. عليكم السلام ورحمة السلام الله. عليكم وعليكم ورحمة السلام الله ورحمة وبركاته. الله وبركاته.